بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. دلوقتي بفضل الله هنبدأ نشرع في موضوع الكارت. عايزين نعرض الكارت للراجل. يعني مثلا لو دخلنا على الموقع وهو شغال كده وعملنا ساين ان بوائل، عاوزين لما ندوس على ويلكم ونيجي نروح ماي كارت، او لما نضيف منتج للسلة وهو لوحده يودينا على الماي كارت، عاوزين نلاقي الكارت هنا بالفعل موجودة. خلاص دي المرحلة اللي احنا فيها دلوقتي. خلاص يا جماعة بفضل الله بنفنش في الموقع زي احنا ما شايفين اهو. فخلينا الاول نكون الجملة بتاعتنا اللي على اساسها هنجيب الاوردر ديتيلز. فالاول نشغل البوست جري كده. اوكي نفتح السيرفر بتاعنا اللي شغالين عليه. كليك يمين على الداتا بيز ونختار كويري تول ونيجي هنا. هقول له سيلكت استرسك فروم جدول الاوردر اندرسكور ديتيلز. زي الفل مفيش مشكلة عندي. اف 5 هيجيب لك دول. خلاص جاب لك 6 روز. الستة روز دول بقى انا عايز اجيبهم بس مع بيانات المنتج. مع بيانات المنتج. ليه مع بيانات المنتج؟ لان انا هنا محتاج حضرتك اعرض اسم المنتج ومحتاج اعرض الصورة بتاعته و و و. خلاص مع الحاجات دي، مع الكلام ده. فانت شوف بقى هتعمل ايه. يعني دلوقتي انت عندك البرايز بتاع المنتج والبرايز بتاع الديتيلز. انا يهمني هنا البرايز بتاع الديتيلز، مش عاوز برايز المنتج، لكن يهمني اسم المنتج، يهمني كود المنتج علشان اعرض الصورة بتاعته. فمحتاج الكلام ده كله يبقى معايا. خلاص فهنا هعمل ايه؟ هعمل جملة تجيب لي الكلام ده. فهنشوف بقى حقل حقل. يعني دلوقتي انا عايز ايه انت؟ معلش بقى ركز معايا كده. عايز الاي دي من البرودكت، صح كده؟ ايه رأيك؟ برودكت دوت اي دي، دي اول حاجة انا عايزها كده. عايز الاي دي من البرودكت. عايز ايه تاني؟ عايز كمان النيم من البرودكت، يبقى برودكت دوت النيم. عايز ايه تاني لغاية كده؟ بفضل الله تمام. عايزين الاي دي وعايزين النيم. الاي دي علشان اعرض الصورة يبقى معايا، والنيم عشان اعرض الاسم بتاعه يبقى معايا، وعايزين الكوانتيتي منين؟ من الاوردر ديتيلز. يبقى اوردر اندرسكور ديتيلز دوت كوانتيتي. كوم. عايز ايه تاني؟ عايز من الاوردر ديتيلز، عاوز البرايز. انت واخد بالك من القصة دي؟ يعني هنا انا عايز اسم المنتج، عايز رقم المنتج، الكود بتاع الاي دي. يعني مش عايز الكميه، انا عايز الكميه من الاوردر ديتيلز، والبرايز مش عايزه من المنتج. لا خد بالك اوعى تجيبه من المنتج، لان انت زي ما قلت لك قبل كده ووضحت كذا مره، انت ممكن تشتري النهارده ب 30 دولار بكره يبقى ب 31 دولار، فانت خلاص اشتريته. او على حسب سياسه الشركه بقى، شوف انت الشركه اللي بتعمل لها الموقع. يعني المهم البرايز من الاوردر ديتيلز دي مهمه جدا، لان هو موجود في البرودكت. يعني فكما يبقى انا كده عندي الاي دي بتاع البرودكت والنيم بتاع البرودكت والكوانتيتي بتاع البرودكت بتاع الاوردر ديتيلز والبرايز بتاع الاوردر ديتيلز. سب توتلز حلوه قوي السب توتلز دي. بس في حاجه هنا قبل الكوانتيتي عايز اجيبها، ده مهم جدا خد بالك وما تنساهاش. عايز الاوردر اي دي دايما يبقى معاك.
زي ما هو البرودكت اي دي معاك، يعني البرودكت اي دي معاك هنا، هيبقى معاك هنا خلاص. عايز تجيبه من الاوردر، يعني بص عندك هنا برودكت اي دي، هو كده كده لو جبته هتجيبه من الاوردر، لانك في الاخر هتربط بيه برضه. اوردر اندرسكور ديتيلز دوت برودكت اندرسكور اي دي، خلاص نعمل لي كومه وقبله من الاوردر. كده انت قررت، ها يعني البرودكت اي دي جبته هنا، وهو جبته هنا، كلام واضح. يعني ممكن يعني تكتفي بواحد بس. اوردر ديتيلز دوت الاوردر اي دي كوم، تمام. يبقى احنا كده معانا المفتاح الرئيسي بتاع جدول الاوردر ديتيلز ده، مهم جدا يبقى موجود. خلاص مهم جدا تبقى معاك الاوردر اي دي والبرودكت اي دي. خلاص حلو قوي. ليه؟ لان انت هنا اصلا هتحتاج بعد كده عمليات، خد بالك، يعني فيما بعد لسه في برمجه بقى، الزائد دي والناقص دي والريموف دي فيما بعد، فلازم تبقى عامل حساب الكلام ده هو كله يعني. تمام، احنا لسه ما فتحناش حاجه هنا كمان. طيب هنا احنا بس عايزين نكون الجمله بتاعتنا في الاول، خلاص. فخلينا نقول يعني بدل احنا ما نحسب في البرمجه، احنا ممكن عادي نحسب في البرمجه يعني مش قصه، وممكن نجيبها في الاستعلام يعني ما جراش حاجه. لو جينا هنا قلنا انا عايز مثلا، عايز الاوردر اندرسكور ديتيلز دوت كوانتيتي يتضرب، ده في الاستعلام اهو، يتضرب في الاوردر اندرسكور ديتيلز دوت برايز از، اعمل لي الياس لي سب توتالز سب ايه؟ سب توتالز، تمام. فكده يجي لك هنا تعرضه على طول، سب توتالز هنا يجي لك بشكل اوتوماتيك. انا ما ضفتوش في الداتابيس اصلا ولا عايز اضيفه، انا بحسبه حقل محسوب، يعني محسوب وخلاص. خلاص طيب تعال نجرب بقى الكلام ده، بس ما نجربش حاجه، اصبر. فروم اوردر ديتيلز انر جوين، كل ده تمام ماشي، كل ده ايه تمام. فروم الاوردر ديتيلز تمام، انر جوين مع البرودكت، انر جوين مع مين؟ مع البرودكت. اون ايه بقى؟ اون ان البرودكت دوت اي دي بيساوي الاوردر اندرسكور ديتيلز دوت برودكت اندرسكور اي دي. بس دي كده الجملة بتاعتي، عايزين نجربها دلوقتي. احنا اتفقنا ان دول يجولي خلاص، بس يجولي ايه بقى؟ يجولي ومعاهم بيانات المنتجات ومعاهم السب توتالز دلوقتي، يعني زودنا حقول، زودنا الاي دي والنيم من المنتج، وزودنا السب توتالز من الاوردر ديتيلز. خلينا ندوس اف 5، جاب لي بالفعل 6 روز اهو تحت، جاب لك 6 روز. الست صفوف دول هم اللي كانوا جايين من شويه، لو تلاحظ فعلا اوردر رقم واحد، اوردر رقم واحد، اوردر رقم واحد، دول بتوع وائل. اوردر رقم اتنين ده بتاع احمد، وتلاته ده بتاع ياسر لو تلاحظ. بس المره دي بقى جاب لي بالفعل، جاب لي المنتج رقم اربعه اللي هو اسبريسو، والمنتج رقم اتنين اللي هو كافيه لاتيه، والمنتج رقم 20 اللي هو ايسد كافيه، ورقم 19 اللي هو ايريش كافيه، وهكذا. انت خدت بالك من القصه؟ موكا كافيه، فاكرين؟ ده هو ده، يعني انا ممكن اكتفي بواحد منهم تمام، بس ده باسم وده باسم، ده باي دي وده برودكت اندرسكور اي دي خلاص. والسب توتال جاي لك اهو، يعني انت هنا 5 في 20 ب 100، 3 في 35 ب 105، 3 في 45 ب 135، وهكذا.
خدت بالك من السب توتالز ده؟ برضه هيوفر عليك في البرمجه يعني، لان انت لو ما عملتوش هنا هتروح هناك تحول وتضرب وتعرض في البرمجه، فلما تجيبه في جمله الاستعلام كده يبقى معاك زي الفل يعني، زي ما انت ما شايف قدامك اهو، بفضل الله زي الفل معاك. بس فانت بقى هنا يعني كده الاوردر ديتيلز بالجمله دي، بالجمله دي الاوردر ديتيلز كلها معاك لكل اي حد. انت خدت بالك من القصه؟ معاك كلها طبعا. انت في حاجه لازم تركز فيها وانت شغال، انت يعني انت هنا في الرينج نوت باد مش هتتعب في حاجه، انت هتعمل الداله وتحط الجمله وخلاص، لكن تخطيطك للجمله مهم. ليه تخطيطك للجمله مهم؟ لان الجمله دي دلوقتي حتى الان في حاجه مهمه مش بتجيبها ليك، وهي ايه؟ وهي الايز فينيشد. الايز فينيشد مهم جدا ان الجمله دي تجيبها لك، لان انت عاوز مش عاوز تجيب لكل الاوردرات، خدت بالك؟ ولكن احنا ممكن نعمل حركة تانية يعني، انا برضو بفكر معاك بصوت عالي، ووقت التجربة لو جربنا وما نفعتش نبقى نظبط. انا هنا معايا الاوردر ديتيلز، فمعايا اوريدي الاوردر اي دي، فممكن استغنى عن الايز فينيشد. هتقول لي ازاي؟ هقول لك ان كده كده انا لما هاجي اعرض مش هجيب غير الاوردرز. انا هعرف منين؟ هعرف من الدوالة اللي انا عملتها قبل كده هنا في الدي بي. مش انا هنا بقول لك فين بتاعت السالب واحد؟ حلوه بتاعت السالب واحد دي، كاشاره ليك ان هو ما جاش، اللي هو جيت اوردر نوت فينيشد. فاكرين دي؟ لما هقول له جيت اوردر نوت فينيشد تمام لليوزر ده يعني، فهيديك اوردر ما خلصش، هيديك اوردر ما خلصش. فانت هتاخد رقم الاوردر اللي ما خلصش ده، هتاخد رقم الاوردر اللي ما خلصش وهتروح رايح تجيب على اساسه. يعني انا دلوقتي لما اجي اقول له مثلا، نفترض ان رقم الاوردر اللي ما خلصش ده رقم 3 اللي هو او ياسر، انا خلاص انا اوريدي لوجند بياسر، عامل لوجد ان بياسر مثلا اللي هو رقم 3، فانا هروح اجيب الاوردر بتاعه اللي ما خلصش فهلاقيه رقم 3، هروح جاي هنا قايل له وير تمام ان الاوردر اي دي بيساوي 3، هيقول لي لا يعني، ما هو يعني انا هنا مش محتاج الايز فينش ده بقى. انت فاهم القصه؟ يعني بدل ما اقول له ايز فينش بفولس، ما انا اوفر على نفسي، ما انا معايا رقم الاوردر يا عمي، انا معايا اغلب نفسي ليه؟ يعني انا لو اشرت له الرقم الاوردر خلاص انا مش محتاج حاجه تاني، لان انا هعرف هو ايز فينش ده ولا لا فين؟ في الويب بقى، في الشغل بتاعي في الرينج، وانا شغال فين؟ في الرينج. احنا كده كوننا الجملة، وان شاء الله المرة القادمة هنبدأ ان احنا نبرمج بيها بفضل الله.